بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل فيه الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبعد، السيد رئيس المجلس العلمي أستاذنا الفاضل سيد محمد السيسي، السادة أعضاء المجلس العلمي، السيدات المرشدات والسادة المرشدون، السيدات أعضاء اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس العلمي، أبناءنا الأعزاء، أيها الحضور الكريم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. نحييكم بتحية عطرة، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها السلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وحقق المولى مسعاكم، إنها لفرصة سعيدة أن نحتفل اليوم بالمتفوقين في مسابقة الحديث النبوي الشريف التي نظمها المجلس العلمي المحلي بمكناس يوم الأحد 10 دجنبر من سنة 2017. فخير ما نفتتح به هذا الحفل الرباني كلاما يريح الآذان ويشعر بالكمال وتطمئن له الأبدان، تلاوة من آيات من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا الطفل محمد الشخماني حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن ومثلهم
الصالحين. حقا إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمطمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أحبابي الكرام، إن نعم المولى تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، وأعظمها على الثقلين أن بعث فيهم حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنقذهم من الضلالة إلى الهدى، فأحيا به قلوبا غلفا، وفتح أعينا عميا، وأسمع آذانا صما، نعمة بها امتن ونوها جل وعلا، بقوله عز وجل في سورة آل عمران الآية 16: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الكلمة للسيد رئيس المجلس العلمي أستاذنا الفاضل، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين، من جاء بالحق المبين عن رب العالمين، وعلى الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة أعضاء المجلس العلمي عمالة مكناس، السادة العضوات عضوات المجلس العلمي وعضوات اللجنة الاجتماعية والأسرية والثقافية أيضا تابعة للمجلس، أيها الحضور الكريم، بكل ما نحن عليه من حضور رجالا ونساء واعظات ومرشدات وضيوف كرام وأمهات بالدرجة الأولى، من حيث أنني أشاهد حضور الأمهات، والأمر عادي على كل حال أن يحضر الأمهات مع فلذات أكبادهم، وللأبوة شأن آخر في كثير من الحالات. فهنيئا في بداية هذه الكلمة بعد التحية، هنيئا للأمهات وهنيئا للآباء اللواتي والذين تيسر لهم وسخر الله سبحانه وتعالى لهم أن شاركوا في هذه المأدوبة. وكلمة المأدوبة تعني مائدة عيسى عليه السلام، ولكنها مائدة الرحمن، مائدة العلم، مائدة القرآن، مائدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يسر الله سبحانه وتعالى لهذه الأسر أن تطعم وتأخذ وتتشرف بأن تأخذ من هذه المائدة الربانية، مائدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي بالمناسبة عملية تذكرنا ونحن ما زلنا نعيش ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذكرى يجب أن لا تغيب عنا وأن لا تكون لها مناسبة. مناسبتها كل يوم، كل لحظة تتذكر فيها أنك انتميت إلى هذا الدين، انتميت إلى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين به، فأنت في ذكرى لهذا الرسول الكريم الذي أمرنا بأن نصلي عليه في كل لحظة ذكر فيه صلى الله عليه وسلم، وبالصلاة عليه
تزكو الأنفس وترتفع الأرواح وتمحى السيئات وتكثر الدرجات، ونستحضر عظمة هذا الدين ونستحضر موقعنا من هذا الدين ونستحضر واجبات هذا الدين ونستحضر كم نحن سعداء إذ كنا من أتباع هذا الدين. ويسر الله لنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الخصوص الذين حضروا اليوم مع فلذات أكبادهم أن أسهموا في تحصيل ونطق ما كان ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات من الوحي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصرفها كلمات بإذن ربه، فيلتقطها الصحابة رضوان الله عليهم ويلتقطونها تلقيا ثم يحفظونها لمن بعدهم إلى من بعدهم إلى من بعدهم حتى تكون أنت يا ابني أو بنتي من أولئك الذين تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بضع كلمات، فكيف إذا كان هذا التلقي معه حفظ يذكرنا بما نحفظ أو بما يجب أن نحفظ من كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر يتطلب منا أن نهنئ أولا وقبل كل شيء، لا أقول الفائزين بل كل فاز. لماذا؟ لأنه نطق وحفظ واستوعب وصارت أحشاؤه ذاكرته تحتوي على كلمات النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمات بالمناسبة حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظها، ثم حرصوا على تحفيظها، ثم حرص الحفاظ من التابعين على تحفيظها وتلقينها، ثم تلقيها من أتباع التابعين، حتى صارت تلك الكلمات كما حفظها لنا حفاظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات صحيحة محفوظة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك لأمر إلا لأمر كلام الله سبحانه وتعالى من كل الكلام الذي ينطقه الإنسان، بل حتى ما لا ينطقه الإنسان، حتى من نطقه الله سبحانه وتعالى ونسب إلى رسالات سابقة، نعلم كل العلم بما شهد به هذا الكتاب الكريم أنها كلمات حرفت وانتقلت من موضعها وحرفت عن مواضعها، وبقي هذا الدين محفوظا بالوحي الذي يجمع بين القرآن الكريم وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن معشر الأمهات والآباء إذ نجتهد في أن نربط أبناءنا وبناتنا وأن نسخرهم لتلقي ما يجب أو بقدر الطاقة على كل حال ما يتلقى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننسى أن الأمر له أيضا كذلك امتدادات في تلقي القرآن الكريم بما تقوم به هذه الخلية، خلية المرأة والأسرة ولجنة المرأة وقضايا الأسرة والأمر الاجتماعي والأمر الأسري والثقافي، مجموعة من الأخوات، مجموعة من الطالبات، مجموعة من البنات، من بنات أقول هكذا بالنسبة للسن وبالنسبة لما نحن عليه في هذا المجلس، وله نماذج أخرى في مجالس أخرى، أن كنا أو كان أولادنا يترقفون ويترقون من هذه الكلمات النبوية، من هذه الكلمات الربانية كما ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نحن مطالبون بأن نضيف إليها، وذلك موجود كما قلت في برنامج وأنشطة هذه
مؤسسة بين قوسين على صغرها في برنامجها امتدادا إلى المدارس وامتدادا إلى المساجد وامتدادا إلى الأسر لكي نشهد مثل هذه اللحظات التي نفرح فيها بالأوائل والكل فائز كما قلت. فهنيئا للأمهات وهنيئا للآباء، ومع هذه التهنئة هنيئا لأولئك واللواتي سهروا وسهرنا على أن يتلقف ويتلقى هذا المجموع من الأطفال، لأن كل أطفال. هنيئا لهذه هذا المركب، وهنا أعني بالمركب المركب التثقيفي، المركب التعليمي، المركب الساهر على أن يتلقى أطفالنا ما تلقوا، وما نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتلقوه مستقبلا حتى يثمر هذا الترقي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه من كلام الله سبحانه وتعالى ما به أولا نرفع أمانة التربية، أمانة التبليغ، أمانة البلاغ، أمانة الأمومة، أمانة الأبوة، ومعها أيضا كذلك بلاغ ما يجب بلاغه لكي نسلم بحول الله عز وجل في إنضاج وعي سليم صحيح تسعد به هذه المملكة، المملكة المغربية في ظل أمير المؤمنين محمد السادس. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على هذه الكلمات المعبرة والدلالات العميقة، وجعلها في ميزان حسناته إن شاء الله تعالى. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولا تتغيرا، لك يا رسول الله منا نصرة بالفعل والأقوال عما يفترى، نفديك بالأرواح وهي رخيصة من دون عرضك بذلها والمشترى. أيها الحضور الكريم، إن من علامات صدق العبد في طلب وجه المولى محبته لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي أصل عظيم من أصول الإيمان وتذوق ومعراج إلى محبة الحنان المنان عز وجل. روى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عن هذه المحبة وعن هذا الحبيب وكيفية الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم واستنباط الدلالات والعبر منها، سيحدثنا أستاذنا الفاضل مبارك السباعي حفظه الله ورعاه، وهو إمام مرشد بالمجلس العلم المحل بمكناس. فلنفتح عقولنا وقلوبنا. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وشفيعنا عند ربنا يوم القيامة محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجرنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، السيد رئيس مجلس العلمي المحترم، السادة أعضاء وعضوات المجلس العلمي كمحلي عمالة الكناس، السادة المرشدون والمرشدات لعمالة الكناس، السادة الأساتذة كل بصفته، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إننا على موعد للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحلى أن يكون اللقاء معه صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن تكون الكلمات عنه صلى الله عليه وسلم. فإنني مهما أوتيت من فصاحة اللسان وبلاغة الأسلوب والتبيان، فلم أستطع ولن أستطيع أن أوفي الحبيب قدره صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو حبيب الرحمن. ومعلوم أن شهر ربيع الأول هو شهر تزاحمت فيه الذكريات المتعلقة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس لأننا نتذكر فيه ولادته ونقرأ فيه سيرته، فهذا واجب المسلم طيلة السنة كلها، بل لأنه شهر يحمل في طياته أحداثا كبرى من السيرة العطرة لا نعلم منها إلا أسماءها، أما تفاصيلها والاستفادة منها والاقتداء بها فقليل من يعلمها. ففي شهر ربيع الأول ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي ربيع الأول هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفي شهر ربيع الأول توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالولادة والبعثة والهجرة والوفاة كل ذلك وقع في شهر ربيع الأول. أضف إلى ذلك أن في هذا الشهر المبارك الذي انصرم بطبيعة الحال وقعت فيه أحداثا أخرى كغزوة بني النضير، وفيه أيضا أنزلت الآية التي حرمت الخمور. ولذلك كما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا، فسوف أركز الحديث في هذا الموضوع المسمى الذي سميته بذكرى المولد النبوي الشريف، العبر والدلالة حول عنصرين اثنين، حول عنصرين اثنين. العنصر الأول إرهاصات أو المقدمات التي وقعت إذانا بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني العبر والدلالات المستفادة من الذكرى المباركة. أما العنصر الأول إرهاصات التي وقعت إشارة وإيدانا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، سأكتفي ببعض الإرهاصات التي وقعت إشارة وإيدانا بولادة النبي الكريم. والإرهاصات أعني بها المقدمات التي جعلها الله تعالى بين يدي أمر أراد إظهاره، وسنكتفي بمقدمات ثلاثة، الأولى في المعجزات، والثانية في الابتلاءات، والثالثة في البشارات. أما المعجزات فنكتفي بمعجزة حادثة الفيل التي وقعت في العام الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث أهلك الله تعالى أصحاب الفيل الذين جاءوا بجيش عرمرم لهدم بيت الله الحرام، يقودهم ملكهم باليمن
أبرح الأشرم بفيله العظيم، فكانت هذه المعجزة إكراما لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وولادته، فكانت ولادته إنذارا بهلاك كل كافر جبار. وأما في الابتلاءات فنكتفي بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم يتيما، وذلك حتى يكون أسوة للأيتام في كل زمان، ليعلموا أن الابتلاء ليس بمقنع، وأن اليتمى لا يكون أبدا حائلا بين الإنسان وبلوغ أعلى المراتب. وأما في البشارات فنكتفي ببشارة رهبان النصارى وأحبار اليهود بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد بشرت به نصوص التوراة والإنجيل، لكنهم جحدوا وأنكروا حسدا من عند أنفسهم. قال الله تعالى في سورة البقرة: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا ما يتعلق بالابتلاءات والبشارات والمعجزات. وهناك أمور أخرى كثيرة ذكرها العلماء إذانا بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن الله تعالى سمى أبا محمد صلى الله عليه وسلم بعبد الله، أن الله تعالى سمى أبا محمد صلى الله عليه وسلم بعبد الله، وهذا الاسم لم يكن معروفا آنئذ، لم يكن متداول عبد الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أحب الاسم إلى الله تعالى لا حمد وعبد، أو كما قال. أيضا أن من اعتناء الله تعالى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ولادته أنه سمى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بآمنة، آمنة دلالة على الأمن، دلالة على الإيمان، دلالة على السلم، دلالة على السلام، آمنة. كما أيضا أضف إلى ذلك من اعتناء الله تعالى بولادة محمد صلى الله عليه وسلم أنه سمى مرضعته بحليمة السعدية، حليمة من الحلم، من الرفق، من اللين، من اللطف، هذا كما قال علماء السيرة في ذلك. فإذا أيضا أننا نذكر محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الأذان وفي الإقامة، بل إننا نسلم على محمد صلى الله عليه وسلم 9 مرات في اليوم، 9 مرات، هذا الذي يؤدي الصلوات المفروضة فقط. عندنا في صلاة الظهر مرتين، التشهد الأول والتشهد الثاني، عندنا في صلاة العصر مرتين، التشهد الأول والتشهد الثاني، في المغرب أيضا مرتين، في صلاة العشاء مرتين، في صلاة الصبح مرة واحدة، بمعنى أننا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم في صلواتنا المفروضة 9 مرات. أضف إلى ذلك الشفع والوتر، وأضف إلى ذلك صلاة الضحى والنوافل والتطوعات من الصلوات يعني المستحبة. فإن كل ذلك دال على أن الله تعالى اعتنى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وأثناء ولادته وبعد ولادته إلى يوم القيامة. فإذا هذا كله نعلمه وكل نعرف ذلك، ولكن العنصر الثاني هو الذي يهمنا، العنصر الثاني من هاته المداخلة، هو واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده الشريف. ما واجبه؟ وما الدلالة وما العبر المستفادة من ذلك؟ هذا الواجب، أو قل كما قال العلماء: حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. واجبك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفي بذكر بعض الدلالات والعبار والتي تدخل في باب الواجبات تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول، عبرة الأولى أو الدلالة الأولى،
الابتهاج والاعتراف بمنة الله العظيمة وفضله العظيم علينا وعلى العالمين أجمع. وفي مقدمة هذه النعم نعمة الهداية التي كانت عن طريق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. في ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإجمع المفسرون إطباق إجمعوا على أن المقصود بقوله تعالى وبرحمته هو سيدنا محمد، بمعنى أن ابتهاج أنه ينبغي علينا جميعا أن نبتهج ونفرح ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة. بل إن الله تعالى يقول في القرآن لنا جميعا ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصالة ولنا بالتابعين قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدات في أفعاله كلها صلى الله عليه وسلم. أيضا من دلالات المستفادة من هذه الذكرى المباركة أن ذكرى المولد النبوي هي وسيلة للدعوة إلى الله، وسيلة للدعوة إلى الله وفرصة مثلى ينبغي أن لا تفوت دون تذكير الناس بإخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشمائله صلى الله عليه وسلم وآدابه حتى نحيي في معاملتنا سنته وفي قلوبنا محبته. أفضل طريقة لمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تكون مطوع خير لنشر دعوته ولنشر سنته ولنشر أخلاقه ولنشر شمائله صلى الله عليه وسلم بين الناس كافة. أيضا من العبر المستفادة من هذه الذكرى المباركة العودة إلى منهجه صلى الله عليه وسلم في حياتنا كلها في التعليم والتربية وفي جميع الميادين. هذا العنف الذي يمارس اليوم، يمارس في المدرسة، يمارس في جميع القطاعات إلا من رحم الله، سببه عدم اتباعنا لرسول الله. سببه عدم اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ومنهاجا في تعليمنا وفي تربيتنا. إن كل يوم نسمع تلميذ تعدى على أستاذ، تلميذ تعدى على أستاذ أو ضرب أستاذ أو عنف أستاذ، هذا لم يكن قبل ولم نسمع به قبل، لكن بدنا اليوم نسمع به كل يوم بل في كل لحظة. وأقول أن سبب ذلك أننا نتخذ مناهج غربية أخرى لا يعني علاقة لها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من العبر المستفادة من الذكرى التأسي بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه إخلاصا وطاعة، وفي علاقته مع أهل بيته حبا ورحمة ووفاء، ومع أصحابه المؤمنين حبا ونصحا وتعليما، ومع جيرانه خيرا ونفعا وصفاء وتسامحا، ومع مخالفيه عدلا وحلما وحجاجا بالتي هي أحسن. أيضا من العبر المستفادة من الذكرى المباركة التعبير عن الولاء التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان الذي لا يتم إلا به عليه الصلاة والسلام، ولا يتم ذلك ولا يكتمل إلا بطاعته فيما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وتصديقه في كل ما أخبر وتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، والأدب معه في حياته وبعد مماته، ومحبته أكثر من النفس والمال والولد، وكثرة الصلاة والسلام عليه والدفاع عن سنته وتبليغ دعوته ورسالته إلى العالم. كل هذه حقوق للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا من العبر المستفادة من الذكرى
أيها الحضور الكريم، الاستعداد لحمل رسالته والدفاع عن سنته وتبليغ دعوته وإخراج الناس من الضلال والغواية إلى الرشاد والهداية لإعادة إعمار النفوس والقلوب بأنوار الإيمان وإعمار الأمم والشعوب بالعدل والخير والإحسان على نهج القرآن وسيرة النبي العدنان. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا حاصل الكلام وجملة الكلام حول العبر والدلالات هو أن معيارك ومعيارك ومعيار جميع من ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم والاتباع. كيف نحن في اتباعنا لرسول الله؟ في أخلاقنا، في صدقنا، في معاملتنا لأزواجنا ولمن هو على أرض ولمن هو على هذه الأرض المباركة، كيف ما كان؟ في الوفاء، في الصدق، في العفة، في ما شئت من الأفعال والأقوال والسلوكات. أنا أقولها بصراحة، نحن بعاد عن اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال وفي السلوكات ما شئت. ولذلك أقول أن المعيار هذا خصنا هذا يكون عندك دائما سلاحك باش تعرف هل أنت من المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف واش تتبعوا في كل صغيرة وكبيرة ولا لا، ولا حيث تطبيق تلجأ إلى التعامل مع الربا وتلجأ إلى المحرمات وتلجأ إلى وتنسى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وما قاله لنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع هذا كله. لذلك صدق ابن خلدون رحمه الله وهو من المفكرين التونسيين المعروفين هم من المفكرين المتخصصين في الفكر والحضارة، قال بأن المغلوب مولع بتقليد الغالب في زيه وفي أحواله كلها، وهذا ما أصبنا به اليوم أن الشباب يتفننون في تقليد الآخر، يتفننون في تقليد سلوكات الآخر، يتفننون في أنهم يتركون كل شيء من أجل فنان رياضي أو ما شئت من الفنان. وسررت حقيقة بهذه المناسبة المباركة وبهذه الجائزة في حفظ أحاديث رسول الله، هذا يدل على شيء لما يدل على أخلاق هذه الذلة المباركة من المرشدات، خاصة في جهاد لنقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأطفال أين النساء لا شك، لأن بهذه الوسيلة يعني ينشأ ذلك الطفل أو تلك الطفلة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيائها، في سترها، في حجابها، في بعدها عن التبرج، في بعدها عن الجاهلية الأولى، بهذه الطريقة طريقة في تربية الأجيال وهي العودة إلى رسول الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أختم، فإننا مطالبين على وجه الاختصاص، فإننا مطالبين بأن نعيش مع سيرة المباركة وأن نحولها إلى منهاج حياة وإلى واقع يتحرك في دنيا الناس، فهو القدوة المتجددة صلى الله عليه وسلم على مر الأجيال والقرون، وهو النموذج الذي وضعه الله تعالى نصب عيوننا وطالبنا باتباعه والمشي على نهجه. قال الله تعالى وربما كلنا يحفظ هذه الآية، قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين.